أريد أن أؤكد أن هذا العمل أو هذا الجهد سيظل قليلاً بالنسبة للتضحيات الكبيرة التي يقدمها الفلسطينيون في الميدان، وهم يدافعون عنا، عن قضيتنا، عن أمتنا، عن ديننا، عن عقيدتنا، عن مقدساتنا، عن الأقصى، مصر، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. سنظل دائماً نرى أن مجهودنا دون المستوى المطلوب، بالتالي يجب، وقد رأينا الدور الذي قام به الإعلام في هذه الحرب، فضح الكيان الصهيوني، أظهر حقيقته للعالم الذي كان مغيباً عن الصهاينة من خلال الإعلام. إذن الإعلام هو سلاح لا يقل أهمية عن الطائرات، وعن الطائرات والدبابات رأينا نتيجتهم، كانت المقاومة تهزمهم بأبسط الوسائل، السلاح بيدها، وتفجر أكبر دبابة موجودة في العالم وأحدثها بأبسط سلاح وبأبسط متفجرات في يد أحد الفتية المجاهدين. بالتالي الإعلام لا يقل دور عن هذا السلاح، هو سلاح مهم، مهم جدا، ولا نستقل منه أي شيء يسوه شنو، على صفحاتنا، في أنشطتنا، في مواقفنا، في الحديث في المواقع، في مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من أن فيسبوك يحضرنا، لكن نتحايل عليه، يجب أن نتحايل عليه ونوصل رسالة لفلسطين العالم. هذا واجبنا، هذا ما أمرنا الله به ورسوله، هذا حقهم علينا، سنسأل عنه قدم بين يدي الله. يجب أن تكون هذه القضية، فما يحدث الآن مؤلم جدا. Thank you.